ماشي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فضائل دائما وأبدا النفوس تطمئن بكتاب ربها وتطمئن بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، والسكينة تتنزل للقرآن إن شاء الله تعالى. ولذا لازمنا دوما التذكير بكتاب الله سبحانه والتذكير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الآن في اضطراب شديد وقلق إلا من رحم الله. قلقون من أجل المعيشة، قلقون من أجل الأرزاق، قلقون من أجل غلاء الأسعار، قلقون من خسائر تصيبهم في أموالهم، قلقون من سلطات أحيانا تأخذ أموالهم، قلقون من اتجاهات شتى. والله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال في كتابه الكريم: وهو يتولى الصالحين. فحتى تخرج من هذه المآزق كلها اجتهد كي تدخل في عذاب الصالحين بالمعنى العام الشامل للصلاح، وأيقن أن الله سيتولاك، سيدبر لك أمرك، سيدبر لك أمرك، وسيقضي لك ربك سبحانه وتعالى حوائجك. اطمئن لهذا على قدر إيمانك، على قدر ثبات قلبك واستقراره. كلما كنت مطمئن القلب هذه البال، كلما ازداد يقينك في الله، وكلما ازداد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. أولا أعرج تعريجا خفيفا، يعني موضوعنا هو قوله تعالى: هو يتولى الصالحين. هذا الموضوع الذي نطلقه في ليلتنا هذه. فاحرص على أن تكون صالحا والله سيتولاك. إضافة إليه هناك تنبيه على قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبق شرح هذه الآية مرارا، ولكن أقول منها شيئا سريعا يخدم موضوعنا الأول بإذن الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما الذكر الذي به تطمئن القلوب؟ العلماء لهم في تفسير الذكر، نحن لسنا في فضائل الذكر إنما في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب. لهم في ذلك أقوال تصل إلى 10 أقوال، أريدها سريعة. من الأقوال في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن المراد بذكر الله القرآن، وقد سماه الله ذكرا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. فالقرآن أطلق عليه ذكر. فإذا تلوت القرآن قلبك يطمئن. كيف يطمئن؟ يطمئن من نزوله، ولا من التلاوة نفسها تسبب نزول السكينة. الملائكة تتنزل، والسكينة تتنزل لكتاب الله ويتلى، والشياطين تفر، الشياطين تزعج وتقلق. إذا قرأت القرآن الشياطين تنخنس وتهرب، فتحصل الطمأنينة. هذا باب من أبواب كيفية الطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني الذي به تطمئن القلوب بالقرآن: ما هناك من حادثة تحدث، ولا مشكلة ولا بلاء ولا مرض ولا عافية، إلا ولها نظير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، إذا مرضت مرضا شديدا واشرفت منه على الوفاة، وخلاص سلمت أمرك لله بعد أن يأس الأطباء من دوائك،
ستقرأ القرآن تذكر قصة أيوب عليه السلام. عجز كل الأطباء عن دواء ولكن لم ينقطع أمله ورجاؤه في الله. فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج ذات يوم لقضاء حاجته يتغوط يقول لقضاء حاجته، وكان حيا كريما. فلما ابتعد عن عين امرأته أوحى الله إليه أن اضرب برجلك. اضرب ماذا؟ اضرب الأرض برجلك. ما فائدة الضرب برجلك؟ وحي، اسمع واطع. اضرب برجلك، ضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع. قال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، اشرب. شرب، كل داء ذهب، كل داء في بطنه. اغتسل، ذهب كل داء في جلده. عاد اجمل ما كان واعفى ما كان. وقال الرسول بين ايوب يغتسل عريان نزل عليه جراد من السماء فملأ انظاره معه و طفق يجمع في حجره في ثوبه. فناداه ربه ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ قال بلى ولكن عزتك لقينا بي عن بركتك. بعد أن كان ذهب المرض بكل أمواله وذهب المرض بكل أمواله وكل أحبابه الذين كانوا يحبونه انفضوا عنه. الناس تجتمع على من عنده مال فانفضوا عنه، لكن رجع أغنى ما كان وأجمل ما كان. فتبدلت الأحوال، تبدلت أحوال يعقوب. أيوب عليه السلام رجع إلى زوجته التي طالت انتظارها لم تعرفه، أصبح جميلا وضيئا شابا فتيئا، قوة في البدن وعافية ومال وثراء. تسأله سؤالا، أي عبد الله ما رأيت نبي الله ذاك المبتلى خرج والله لقضاء حاجته ولم يأتي؟ فقال أنا أيوب. قالت اتق الله لا تسخر مني ولا تهزل بي، أنا امرأة مصيبة في زوجي، مبتلاة في زوجي، فاتق الله. قال أنا أيوب. فأكدت عليه النهي عن السخرية منها. فقال ولكن ركزت البصر إليه، قالت والله ما رأيته أحدا أشبه به منك إذ كان صحيح. فقال أنا أيوب أخبار الخبر. كيف الموقف؟ لا تستطيع أن تعبر عن صورة العلاقة بين الزوج وزوجته، وقد عاد زوجها أصح ما كان وأغنى ما كان وأفضل ما كان. تبدلت الأحوال في لحظة. لا تقل ما أخذته بالأحضان، أو ما تستطيع أن تعبر عنه عن الفرحة كيف كانت. والذي بدلها هو الله. رجعت يا مروى البيت، انظروا إلى حديث المدينة في هذا الصدر، مدينة أيوب وقرية أيوب. كل سيات الذين كانوا ابتعدوا، هيا يا جماعة، أيوب أصبح أغنى واحد في البلد وأصح شخص في البلد. تقلبت الأمور والذين هاجروا بدأوا يتزلفون إليه. ثانية كما لا يخفى، الشأن الذي قلب الأمور والله، إذا ابتليت في بدنك عجز الأطباء عن دوائك ستجد
ولكن لا ييأس أبدا من رحمة الله، ولا يقنط أبدا من رحمة الله عز وجل، لأن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. وأيوب نبي يعلم ذلك تمام العلم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول يعلمنا ويعلم أولاده درسا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومع الصبر ورفعة الدرجات، درجات ترتفع بسبب الهم والحزن، لا يصيب المؤمن من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله به. فالحزن والبكاء اللذان مر بيعقوب عليه السلام في ميزانه، والبلاء الذي حل بأيوب في ميزان حسناته، ولكن لم نجد ثناء حسنا على أيوب عليه السلام فيه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لو لي شهادة واحدة من ربي بهذا، والله ما تسعنا الدنيا كلها، ولا مال ولا أولاد ولا بيوت ولا مناصب ولا أي شيء، فاستحظى بالشهادة من الله: إنا وجدناه صابرا. كيف وقد قال تعالى بعدها: نعم العبد نعم العبد، وقال بعدها: إنه أواب. شهادات ما يصلح أن نقول تكتب ما ذهب ولا ما ذهب، إنما شهادات من رب العالمين لا تعدلها شهادات. فإذا نظرت إلى هذه الأسوة الكريمة التي ابتليت وصبرت هذا الابن، هذا الصبر سواء على فقدان الولد أو على فقدان الصحة والعافية، ستجد في كتاب الله لك نظائر، فتتأسى بهؤلاء الكرام يطمئن قلبك. أشد من ذلك إذا ابتهمت في أرضك، واحد جاء وقال لك: عياذا بالله زوجتك فعلت الفاحشة، وانتشر الكلام في بلدتك: زوجة فلان فعلت الفاحشة، عياذا بالله من الكذب والبهتان. إذا ابتليت بمثل هذا الابتلاء الشديد وقرأت القرآن، تجد أمنا عائشة اتهمت بهذا الاتهام الباطل والإفك والزور، وهي زوجة رسول الله، اتهمها بالإفك بأنها ارتكبت الفاحشة، وشاع الخبر وملأ البلاد، ويتكلم في عرضها فضلا عن أهل النفاق ناس من الصالحين كانوا، حسان بن ثابت شعب رسول الله يتكلم فيها ولم يرى، حملة بنت جحش أخت زينب بنت جحش تتكلم في أرضها، مصطفى بن أثاثة المهاجرين البدري القريب لها والذي أبوها ينفق عليه يتكلم في أرضها كلام، وانتشر الكلام والوحي انقطع. فلما انقطع الوحي أهل الباطل يقولون: إذن البيت يتدنس، ويخوضون إلى أن نزلت الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل وخيرا لكم. فيطمئن قلبك إلى أن الله سيبرئك في الدنيا وفي الآخرة، لزاما أن تبرأ. إذا كنت بريئا فلزاما أن تبرأ. قد تكون البراءة عاجلة في الدنيا، وقد تموت وأنت متهم مظلوم ويبرئك الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فيطمئن قلبك إلى هذا الدنيا. إذا كنت أصبت بفقر في تجارتك، وقرأت كتاب الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، لمن هذه الآية؟ للإيمان، ولنبلونكم، لنختبرنكم على الإيمان. تختبرنا بماذا يا ربنا؟ بنقص من الأموال والأنفس، بشيء من ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خوف وجوع.
تخاف كل يوم، خايف الشرطة تقذف بك، العدو يريد أن يغدر بك إلى آخره، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. توطن نفسك على الصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فتقرأ القرآن تجد أمثلة تطابقك فقلبك يطمئن. لكن الشاهد فقط أن تحرص على أن تكون من الصالحين حتى لا يكون ما أصابك عقوبة لك. أن المصائب تتأتى للناس على نوعين، تتأتى المصائب للناس إما ابتلاء برفعة الدرجات إن أنت صبرت، أو تتأتى المصائب كعقوبة، كعقوبة لك على ذنوب أنت تقترفها. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقط احرص تمام الحرص على ان تكون من الصالحين واطمئن، لانك اذا دخلت في اعداد الصالحين اولا الله سيتولاك وسيرضيك سبحانه وتعالى، سيرضيك سبحانه وتعالى. تحرص على ان تكون من الصالحين ايها الاخ الكريم ايها الاخت الكريمه. إنك إذا قرأت بعض أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى، ولم نطيل في تفسيرها لأن موضوعنا الله تعالى الصالحين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، من الوجوه في تفسيرها تطمئن إلى أن الأمور قدرها الله، فتحصل السكينة، تحصل السكينة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. آمنت بالله وأن الأمور قدرها الله سبحانه قلبك اطمئن. ذكرت حديث رسول الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اطمئن قلبك، اطمئن قلبك. إذا قرأت قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، مكتوب في كتاب من قبل أن نبرأ، من قبل أن نخلق النفس، إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرناكم بهذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا فأنت أن الأمور كتبها الله وقدرها الله اطمئن قلبك ولا تفزع إلا إلى الله. الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالضر لن يكشفه إلا الله، هذا الذي غفل عنه البعيدون عن الله سبحانه وتعالى. كل يوم طرق للإصلاح، لكنها ليست طرقا مستقاة من كتاب الله، ولا يمدون أيديهم إلى الله: يا رب اكشف عنا الضر. ما يحصل هذا إلا في القليل النادر. الله يسوق الابتلاءات كي نرجع إليه. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قالوا يا رب، لا، جاءهم بأسنا ذهبوا إلى البنوك، ذهبوا إلى البنك الدولي، ذهبوا إلى البنك العفريتي المراب الذي إذا حل بأرض خربها. فإذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا آمنت بالله قلبك اطمئن، أخذت بالأسباب، بكل الأسباب المتاحة، مع ذلك الأسباب هي التي لن توفقني لكنني أمرت بالأخذ بالأسباب فسأخذ بالأسباب، ولكن لا أعتمد الإنسان كليا على الأسباب، إنما توكلي على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كنت صالحا أعلم أن الله سيتولاك. احرص على أن تكون صالحا والله تبارك وتعالى يتولاك، يتولاك بما فيه نفع لك. قد يكون في قلة المال نفع لك،
قد تكون كثرة المال ضرر عليك. تعلمون أن الله قال أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أحيانا واحد أوسع الله عليه من وسط إخوانه. طيب وماذا عاقبة التوسعة؟ بدأ أولاده يشربون المخدرات، بدأ أولاده يعاكسون بنات الناس، تأتيه مشاكل من الناس، سنقتل ابنك إذا لم ينتهي. ماذا يصنع؟ كل يوم المال أصبح يولد له بلاء فوق بلاء فوق بلاء. قل لا يلتغوا ما جاء المال. إذا كان ولد كان فقير كان مستقيم. اعلم أن الله سيتولاك، وليس معنى أنه تولاك سيغنيك من المال حتما، لا، الله أعلم بما يصلحك، الله أعلم بالذي يصلحك. إن احتجت إلى رزق سيرزقك. أحيانا كما قال ربنا وقد سمعتم الآيات الكريمات، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. فأحيانا يكون رحمة من الله بي أنني أكون قليل الرزق، رحمة من الله بي. أنت نفسك في بيتك ولدك أحيانا وجدته متمردا تعطيه مثلا 100 جنيه في يد، ثاني يوم بال 100 جنيه واخذ بنته وراح السينما، ثاني يوم تقول لا أعطيك مال. لماذا لا تعطي مال حتى لا تذهب تعصي الله بهذا المال؟ لا، وقف، بدل الناس تاخذ 10. أحيانا نحن والله ذات واحد يشوفه جاي في الطريق ويمد يده، انظر اليد الاخرى وانا اريد ان اعطيه مالا،